السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير يا مصر، ومساء الخير يا بلدنا، مساء الخير يا ولادنا، مساء الخير على ناسنا الطيبين. موضوع حلقتنا النهاردة يعني أعتقد إن احنا كلنا محتاجين إن احنا نعرف عنه شوية، محتاجين إزاي ندير حياتنا صح. بس هنتكلم من منظور تاني، هنتكلم من منظور الضغوط. إيه؟ أيوه، الضغوط، الضغوط النفسية اللي كلنا بنمر بيها. فكرة الضغوط مش جديدة، الإنسان على مر حياته على هذا الكوكب طول عمره بيمر بضغوط كثيرة، سواء كانت ضغوط سببها طبيعية، كوارث طبيعية، فيضانات، زلازل، براكين، أو كانت ضغوط خاصة بالإنسان نفسه. والغريبة إن أكثر الضغوط اللي مر بها الإنسان كان سببها الإنسان ذاته وليس الطبيعة فقط، بل كان أكثرها واللي أثرت أكثر على الإنسان أو على البشرية كانت ضغوطه هو نفسه اللي كان بيتسبب فيها. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بيقول: خلق الإنسان في كبد، والكبد التعب، العناء. العناء ده مش مجرد إن احنا بنمر بيه رفاهية أو إنه بنمر بيه وخلاص، ليه أسباب وليه هدف. طيب، كان متوقع أو كان مأمول إن بعد مرور فترة على عمر البشرية، وإن الإنسان وصل لدرجة من التطور وتكنولوجيا عظيمة هدفها إنها كانت تحقق للإنسان نوع من الرفاهية ونوع من الراحة تبعده عن مصادر الضغوط، لكن للأسف زادت الضغوط على الإنسان، زادت على الإنسان سواء كان في البيت سواء كان في الشارع. عدم شعور الإنسان بالإطمئنان أو بالسلام النفسي سواء بينه وبين نفسه أو بينه وبين الآخرين. كل الكلام ده عايزين نقول إنه يتحط بين قوسين في كلمة اسمها ضغوط. كلمة الضغوط كانت في بداية القرن العشرين كانت داخلة بس للمعنى الفيزيائي، يعني عندنا في الفيزياء الضغط ده هدف أو أساس في الفيزياء، لكن لما تتحول من اللفظة دي تتحول من العلوم الفيزيائية إلى العلوم الإنسانية سنة 1950، يعني معنى كده حصل حاجة جديدة أثرت بشكل كبير على البشرية. مرور الإنسان بحروب عالمية ومروره بكوارث كبيرة كان لها أثرها على الإنسان، وكان عامل ضاغط على الإنسان حتى إنه بقى صعب إن هو يعيش حياته بالشكل اللي يتمناه. تعال نشوف كده مستويات الضغوط دي ممكن تكون إيه. في حالة من الضغط بنقول عليه ضغط أو ضغوط إيجابية. يعني إيه ضغوط إيجابية؟ ضغوط إيجابية يعني تدفع الإنسان، تساعده وتكون حافز ليه إنه يحقق تفوق، يحقق نجاح. الضغوط الإيجابية دي هنشوفها في حياتنا طول الوقت. الطالب اللي بيضغط وقت الامتحان علشان يبتدي يخش الامتحان وهو في كامل قدرته على إنه ينجح، ده ضغط إيجابي مش ضغط سلبي. الضغط الإيجابي في العقل البشري نفسه بيكون في قمة الإبداع والتطور نتيجة هذه الضغوط الإيجابية، حتى أن العقل بيطور في مهارات الإنسان نتيجة هذه الضغوط الإيجابية. لكن برضو في ضغوط تانية بنقول عليها ضغوط سلبية. ضغوط سلبية يعني بتوصل الإنسان لشعور بإحساس الضيق، إنك حاسس إنك متضايق. طبعا كلنا بنمر بالضغوط دي، ممكن حضرتك راكب مثلا عربية وإشارة مرور مزدحمة بالثلاث ساعات، ضغط سلبي بيأثر عليك. لكن في ضغوط تانية مرتفعة وقوية ومتلازمة ومدتها طويلة مش قليلة، الضغط اللي يخلي الإنسان دائما في حالة من القلق والتوتر والاكتئاب. ممكن الضغوط دي بقى إحنا عايزين نشوف لها حل. حياتنا اللي بنمر بيه من صعاب ومن مشاكل و و و و كل دي محتاجة مننا إننا نبص لها بعين دقيقة شوية. محتاجين إننا نعرف إزاي نعيش حياتنا. هل هنقدر نعيشها من غير ضغوط؟ مستحيل هنقدر نعيشها من غير ضغوط، لكن على الأقل نعرف نتعامل إزاي مع الضغوط دي. تعال نشوف كده أثر الضغوط دي على الجسد. يعني الإنسان لما يتعرض لضغط شديد، والضغوط الشديدة اللي هي ممكن تكون قلنا ملازمة للإنسان لفترات طويلة،
ممكن تكون مشاكل أسرية، ممكن تكون ضغوط اجتماعية، ممكن تكون ضغوط نفسية. الضغوط دي كلها ممكن توصل الإنسان لمشاكل كبيرة. تعالوا نشوف كده أثر الضغوط على الخلية، على الإنسان، على جسمه. أثر الضغوط على جسم الإنسان، تخيلوا، عملوا تجربة كده على مجموعة من الفئران، حقنوا مجموعتين، كل مجموعة تم حقنها طب معذرة، فاصل للأذان يا جماعة ونرجع تاني. Cramming for a test? Trying to get more done than you have time to do? Stress is a feeling we all experience when we are challenged or overwhelmed. But more than just an emotion, stress is a hardwired physical response that travels throughout your entire body. In the short term, stress can be advantageous, but when activated too often or too long, your primitive fight or flight stress response not only changes your brain, but also damages many of the other organs and cells throughout your body. Your adrenal gland releases the stress hormones cortisol, epinephrine, also known as adrenaline, and norepinephrine. As these hormones travel through your bloodstream, they easily reach your blood vessels and heart. Adrenaline causes your heart to beat faster and raises your blood pressure, over time causing hypertension. Cortisol can also cause the endothelium, or inner lining of blood vessels, to not function normally. Scientists now know that this is an early step in triggering the process of atherosclerosis, or cholesterol plaque buildup in your arteries. Together, these changes increase your chances of a heart attack or stroke. When your brain senses stress, it activates your autonomic nervous system. Through this network of nerve connections, your big brain communicates stress to your enteric or intestinal nervous system. Besides causing butterflies in your stomach, this brain-gut connection can disturb the natural rhythmic contractions that move food through your gut, leading to irritable bowel syndrome, and can increase your gut's sensitivity to acid, making you more likely to feel heartburn. Via the gut's nervous system, stress can also change the composition and function of your gut bacteria, which may affect your digestive and overall health. Speaking of digestion, does chronic stress affect your waistline? Well, yes. Cortisol can increase your appetite. It tells your body to replenish your energy stores with energy-dense foods and carbs, causing you to crave comfort foods. High levels of cortisol can also cause you to put on those extra calories as visceral or deep belly fat. This type of fat doesn't just make it harder to button your pants. It is an organ that actively releases hormones and immune system chemicals called cytokines that can increase your risk of developing chronic diseases, such as heart disease and insulin resistance. Meanwhile, stress hormones affect immune cells in a variety of ways. Initially, they help prepare to fight invaders and heal after injury, but chronic stress can dampen the function of some immune cells, make you more susceptible to infection. عدنا إليكم لنكمل حديثنا عن الضغوط النفسية. طبعا شفنا الفيديو وشفنا قد إيه الضغوط النفسية ممكن تأثر على الجسم الإنسان، وممكن تأثر على القلب، وتأثر على الشرايين. حتى إن أحد علماء النفس اتكلم عن هذه الفكرة وقال إن ما يفكر به الإنسان ويؤثر على تفكيره هو بالطبع هيمتد إلى القلب وإلى الشرايين. أمراض كتيرة جدا ممكن تكون مرتبطة ومقترنة بالضغوط النفسية. يعني إيه؟ يعني إحنا ممكن نتأثر بهذه الضغوط. أيوة، في ناس قادرة إنها ما تتأثرش بهذه الضغوط. يعني عملوا تجربة على مجموعتين، مجموعة عندها قدرة إنها تواجه الصعوبات والضغوط وفي نفس الوقت ما يجيلهاش أمراض، لأن عندها اكتشفوا عندهم ثلاث حاجات. نمرة واحد، عنده التزام،
عنده انضباط، عنده تحدي. الثلاث العوامل اللي تساعد الإنسان إنه يقدر يقاوم هذه الضغوط هم الانضباط، التحدي، وفي نفس الوقت الإنسان بيقدر إن هو يواجهها، ممكن حتى لو تعرض لأي ظرف إخفاق يرجع يكمل تاني. لكن في ناس تانية ما عندهاش القدرة دي، وبالتالي بيحصل تزامن ما بين المرض أو تلازم، معذرة، ما بين المرض وما بين الضغط النفسي. طب تعالوا نشوف كده التجربة اللي اتعملت على الفئران واللي كنا هنتكلم فيها قبل الفاصل. كنا بنقول ان احد علماء النفس عمل تجربة على مجموعتين من الفئران، المجموعة الاولى حقنها بسرطان والمجموعة الثانية نفس النظام. المجموعة الاولى اللي اتحقنت بالسرطان تعرضت لضغوط كتيرة جدا ومصاعب في تعاملات مع البيئة اللي هي موجودة فيها. المجموعة الثانية لا، فضلت في القفص فقط، ما فيش اي ضغوط تعرضت لها. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان المجموعة الاولى حصل نمو ونشاط سرطاني كبير، المجموعة الثانية لا. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الخلية الحية بتتأثر بالضغوط الشديدة المرتفعة اللي بتوصل الانسان واي كائن حي ان هو يكون على حافة الموت. ممكن؟ ممكن الضغوط الشديدة اللي بتكون ملازمة الإنسان لفترات طويلة توصله لمرحلة الموت. طب النفسية، احنا قلنا جسديا يوصل للموت، لكن في ناس تانية عندها قدرة على التكيف النفسي. يعني ايه تكيف؟ يقدر ان هو يتعامل مع هذه الضغوط ويقدر انه يكيف ذاته على هذه الضغوط. في حاجة كده قالوا انها ممكن تخفف من الضغوط. يعني ايه؟ يعني حضرتك لو عندك ضغوط كتيرة، حضرتك في بيتك عندك مشاكل في شغلك، مش عايز الشغل ومش طايق المدير اللي بتشتغل معاه، في الشارع طول الوقت ضوضاء وكلاكسات وضغوط كتيرة كتيرة، حاسس ان انت دماغك محتاج تشيلها تحطها في حتة تانية عشان ما تفكرش. طب احنا ممكن نحل الموضوع ده؟ تعالوا نشوف العلاج. اول حاجة التوقع. يعني التوقع اللي يوصل الإنسان إنه هو يقدر يوصل لمعلومات تخليه يتكيف مع الظروف. يعني إن الإنسان كل واحد فينا لازم ينظر لنفسه نظرة مختلفة، بمعنى أنا أقدر. يعني في وسط دوامة الضغوط دي كلها أنا ممكن، أنا قادر إني أنا أحل المشكلة دي، وأغذي نفسي بهذه الفكرة إني أنا قادر رغم كل الظروف أنا قادر. إيه كمان؟ فكرة دي بنقول عليها التكافؤ الذاتي، او بمعنى صح انك توصل لدرجة انك تدرك انك قادر انك تحل اي مشكلة. الحاجة التانية انك توصل لفكرة ان انا رغم كل الظروف الصعبة فانا ممكن اتوقع شيء ما. يعني ايه؟ يعني تجربة عملت كده على مجموعة من الفئران برضو. ايه التجربة دي؟ تجربة ان فئران، مجموعتين، تعرضوا، اول مجموعه اتعرضت لصعقه صدمه كهربائيه، وعلامه او اشاره من الباحث ان هو في اللحظه دي لو عمل كذا الفار هيوقف التيار الكهربي. المجموعه الثانيه اتعرضت لصدمه كهربائيه وما ادالوش الاشاره اللي تخليه يقدر يوقف الصدمه. المجموعه الثالثه نفس البيئه بالظبط اللي هي فيها الفئران، لكن لا تعرضت لصدمه كهربائيه ولا حتى اشاره تحذيريه. عارفين ايه اللي حصل؟ التلاتة اصبحوا يعانوا من قرح مع اختلاف درجاتها. طبعا اعلى درجة اللي لم يعرض لي او ما عندوش معلومات، ما عندوش تحذير، وبالتالي برغم ان هو موجود في نفس البيئة. يعني ايه من الكلام ده؟ عايز اوصل ايه من الكلام ده؟ اننا اذا ما كانش عندك توقع او معلومات او ادراك للوضع اللي انت فيه، اكيد هتبقى النتائج وخيمة. يعني مثلا لو قلنا ان احد الاشخاص عنده قدرة دايما ان هو يقرأ عن المعلومات الطبية، عنده مرض ما وبيقعد يقرأ عن المعلومات الطبية، لما بيقرأ عن هذه المعلومات بيبقى متوقع شيء ما، او بمعنى اصح بيخفف شوية من حدة توتره ومن حدة قلقه، وبالتالي بيكون التوقع مهم جدا. طيب ازاي نخفف من حدة التوتر والقلق اللي احنا ممكن نتعرض له؟ حاجات بسيطة ممكن نعملها. لو قلت لك ممكن تلعب رياضة، واحد يقول لي رياضة ايه في الزحمة دي؟ انا مش هقدر العب رياضة. يعني ممكن لو مشيت مثلا شارع صغير رايح جاي، ده ممكن يهدي من توترك. صحيح؟ صحيح. طب ممكن ايه كمان؟ ممكن لو حضرتك قاعد كده وشايف افكار في دماغك عمالة تتحرك وتثور وتجول،
في اللحظة دي حاول انك تهدى خالص وتاخد نفس عميق وتبتدي تفكر في الذكريات الجميلة اللي انت مرت بحياتك. واحد هناك يقول لي ايه ذكريات، ايه اللي هتجيني في وسط الضغوط اللي انا فيها دي؟ لا، انت لازم تدير ذاتك ولازم تقدر تتحكم في ذاتك، وإلا هتترك نفسك للضغوط انها تذبحك. يعني ايه؟ ايوه، يعني احنا لازم في لقطه ما نقف ونحاول اننا نهدي تون حياتنا. شيل الفيشه، افصل. يعني ايه افصل؟ غمض عينيك عن كل التوترات والضغوط اللي حواليك. عليك اقساط للبنك، حاول تغمض عينك وتنسى. الشهر الجاي مفروض تدفع، معلش استنى دلوقتي، وحاول تهدي نفسك باكبر درجه ممكنه. ليه بقول لك كده؟ علشان نمره واحد، لما التوتر يهدي يهدى والضغوط اللي عليك تبتدي نفسيا تتقبلها وتهدى وتتأقلم معاها، أول حاجة إدراكك وذهنك وتفكيرك هيشتغل أحسن، هتقدر تحل المشكلة بشكل أحسن. تاني حاجة، عواطفك ومشاعرك القلقة المتوترة هتبدأ تهدى. يعني معنى كده إيه؟ معنى كده إن الضغوط النفسية اللي إحنا بنمر بيها وبتأثر على حياتنا وبتأثر على تفكيرنا وبتأثر على نفسيتنا، بتأثر على نفسيتنا. عايزة أقول لكم إن في بعض الناس ما بيحتملوش الضغوط، ممكن يخش في حالة من الاكتئاب، وفي ناس تانية ممكن تهرب من الضغوط دي. تهرب منها إزاي؟ ممكن تهرب منها بشراهة في الأكل، أو العكس، ما يحبش الأكل، مش عايز يأكل خالص، أو حتى الانغماس الجنسي، دي حالة تانية. او ممكن يهرب منها ان هو يحاول ان هو يلقي بذاته في اي شيء، بحيث ان هو يعني خلاص مش عارف يعمل ايه. طيب احنا محتاجين ايه؟ كل اللي احنا محتاجينه الروشتة دي نعملها من فضلكم، عشان نقدر نعيش حياتنا بشكل سليم، نحافظ على صحتنا النفسية ونحافظ على صحتنا الجسدية، حتى على ردود أفعالنا. عايز أقول لكم إن الإنسان اللي واقع تحت ستريس شديد وضغوط شديدة جدا أكتر إنسان عرضة للعنف، والمشاكل اللي بتحصل في الأسر المصرية من عنف ومن ارتفاع نسب طلاق في الغالب بتبقى أسبابها فيها جانب كبير جدا من الضغوط النفسية، الضغوط المتولدة عن ظروف اقتصادية، ظروف معيشية، حتى ظروف صحية. الناس اللي ممكن تكون عندها أمراض مزمنة على فكرة نفسيا بيكونوا برضو محطوطين تحت ضغط، لأنه مش قادر يحقق الأهداف اللي هو بيتمناها وبيحط نفسه تحت درجة من الاسترس. طيب هنعمل ايه كمان عشان نقدر نقاوم فكرة الضغوط النفسية اللي احنا بنتعرض لها وبنتعرض لها كل يوم؟ ومش على فكرة مفيش منها مهرب، هنتعرض لها. يبقى لازم نعمل ايه؟ نمرة واحد، نتكيف معها ونبتدي نفكر ونحط قدامنا، الضغط اللي ملح واللي بيأثر عليا. نمرة اتنين، احاول افكر ممكن الاقي له حل، او اني انا احاول ان انا اهدي من نفسي واحاول ان انا امارس رياضة، واحاول امارس رياضة التنفس. رياضة التنفس بتعمل حالة من الارتخاء. حاجة كمان عايزين نقولها، اننا دايما نفكر بفكرة ممكن حاجات كتير تتغير وانا قادر اني اغير، وابدا مش ممكن احط نفسي في ضغط يقول لي ان انت فاشل في انك تعيش حياتك بشكل صح. موضوع مهم جدا وبيأثر علينا كلنا في ادائنا وفي سلوكنا وفي عملنا، وبالتالي بيأثر على المجتمع. ان شاء الله اشوفكم الحلقه القادمه في موضوع جديد من مساء الخير يا مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.